عزوها تعالي قدمي المنصة. واحد الأخ. والسلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. انت ايش حالك ياك لباس؟ بخير الحمد لله ما شاء الله. انا قاعد دخلت من التالي شوي، سمعت المشاهدين اخبار الصحراء وعلى ان الصحراء مغربي. انا موريتاني، يعني نعرف براسي ربما ما تعرفون. غنفهمك سابق ما تعرف على راسك، مرحبا بك. ويشرفنا وجودك معانا في هذا اللايف. غير لا الموضوع، موضوعنا احنا حول من هم المرتزقة ومن هم الانفصالي الداخل. كان دائما ملصقة المجموعة من الشباب الصحراوي، يا غير احنا انا شخصيا والضيف اللي كان معايا، على ان المرتزقة هم هذوك اللي ياكلوا رزق المواطنين، وهذوك اللي اغتناوا على ظهر المواطنين، والانفصالي هو اللي يواسي راسه يدافع عن الوطن، هو يدافع لا عن مصالحه الشخصية. تفضل الأستاذ. مرحبا، هذا واضح ما شاء الله. أنا بقى شخصيا كموريتاني نقول عن المرتزقة الصحراويين، المرتزقين الصحراوي كامل يقول عن الصحراء أنا مغربية. كل صحراوي يقول عن الصحراء مغربية مرتزق. والممثل الوحيد للشعب الصحراوي هو البوليزاريو. أعطاوا أولادهم وأعطاوا مناتهم ولهم 45 سنة شمل الأحرار ما بين الاستعمار. هما كانوا يقعدوا نفس الشيء كيف الناس كامل اللي قاعدة في المغرب، يجوا يمتلاهم الفضاء ويعطاهم القصور ويعطاهم لهم شرايك ويقعدوا يتمونكم. يا قاهر المشكلة ما هي هذه؟ يا الشعب الصحراوي انتم اللي قاعدين في المنطقة المحتلة، كلكم يطرح سؤال على راسه، شو الزيتو؟ ما عدلتوا شيء اسمه شنو؟ عليكم مستعمر موطي عليكم الليل والنهار، خالقين رجالة وعلايات استغناوا على ظهور الصحراويين. هم ما قطوا سكنوا في الصحراء، ما قطوا قبلوا عمارة في الصحراء، ما قطوا ماتوا لهم رقاش، ما قطوا انجرحوا، ما قطوا خاضوا في الشارع حتى قاع مظاهرات ضد المستعمر لمعدلكم. أنا كموريتاني نقول عنكم انتم يا الصحراويين، الصحراء ليت من لا صحراء للصحراويين، والصحراء لا يعدل منها لا لا يعدل منها يقول لي الصحراويين، ثم لا يتعدلوا هاي دولتكم. والمغرب الى كل شيء خلق والى كل شيء خلق، حتى انتم قاعدين في بيوتكم كاملين ما فيكم راجل ولا امراه ما هو نقر قلبه عنه المغرب ما هو منه. ما خالق راجل فم ولا خالق امراه ما تقول نحن صحراويين. انتم اصلا ما تقولوا عنكم مغرب، قولي شي من يقول المقارب، انا ماني فاهمه. يعني يقعد واحد يقول لك الصحراء مغربيه، علاش تقولوا قاع الصحراء مغربيه ما تقولوا عنكم قاع لا مقاربه؟ هذو اللي ياخذونا في التلفزه وهذو اللي يقولون الصحراء مغربيه وكذا 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 وكذا. يا الخلطه ودو عارفين عنكم ذمات يا شو لين اعطيك قولي امثله واخبر انتم اللي قاعدين في الصحراء. ما قد طرحت كراعي في المغرب ولاني لين اطرح كراعي في المغرب ابدا في حياتي. حياتي ما نطرح فيه قولي في كراعي. وراي قولي باهلي فمات قاعدين حداك انت. اهلي انا راهم قاعدين حداك انت ذاك. يا قارب التضامن مع الشعب الصحراوي ما نطرح كراعي في قولي المغرب. ما نعرف الصحراء ما قد جيت ولا نعرف ليش هي شنو يا قارب. الحق ينقال. كم 45 سنة في احتلال، حتى الناس اللي قاعدة في المنطقة محتلة ما فيكم حد قد يحد فمه. على سبيل المثال سلطان أخية، إذا كنتم انتم صحراويين وتدافعوا عن الصحراء ما تعودوا سلطان أخية تبطط الليل والنهار. هذه فضاحة وحشومة عليكم انتم يا رجالة الصحراء. ما أنا نتكلم عن العلايات، الرجال الصحراويين وذول يتكلموا بس من الصحراء فما تياه في المغرب، حشومة عليكم وفضاحة. تود امرأة لها قري من أربعة أشهر تبطط الليل والنهار. والناس اللي يدافعوا فما تياه عن القضية الصحراوية ويدافعوا عن حقوق الإنسان الصحراوي، راعي لكم مثل، أنا أعطيكم لا مثل واحد، الأمثلة راهم ما شاء الله ياسرين. الأمثلة الناس اللي إلا سمحت لي نقاطعك، إلا سمحت لي نقاطعك، هو رأيك يحترم على كل حال. يا غير اللي عايش المسألة موقف اللي مراقب عن بعد. أنا واحدة من مواليد
بعد المسيرة الخضراء. هذا تكلمت عنه، أنا ما عشته، أنا عشت كنا في المغرب ودرست في مؤسسات تعليمية المغربية ودرست في الجامعات المغربية والبطاقة الوطنية اللي عدلت بطاقة وطنية مغربية، ومنين توظفت توظفت في الإدارات الحكومية المغربية، وأنا إنسانة متصالحة مع نفسي، ما يمكن لي يعود ولائي يعود جيبي مع حد وقلبي مع حد ثاني، ما يمكن سيوفكم مع معاوية وشي ثاني. الإنسان يكون يعني ما هو متناقض مع نفسه. المغرب احنا خلقنا فيه وربينا فيه ودرسنا فيه واشتغلنا فيه وأولادنا ولدناهم فيه، ما يمكن نقولوا عنا ما أننا مغاربة؟ مستحي. أنت كموريتاني وخا تعود موريتانيا تبطك الليل والنهار، ما تقدر تقول عنك ما أنك موريتاني. احنا نقدوا ننتقدوا السياسات المغربية كيفنا كيف أي مغربي، وننتقدوا يعني عنه الصحراء ياسر مشي ما ولاحقها، نظرا لأنه مؤسسات الوساطة اللي عندنا عوض ما تعود هي وسيط من أجل تجيب مصالح الناس ساكنة الصحراء، هي تهدف المصالح الذاتية. هذا هو نقاشنا اللي كان منذ البداية. ما نتناقشوا هل مغربية الصحراء والله ما هي مغربية، كاين محاكم دولية هي اللي تستفتي في هذا الأمر، ما هو من إحنا، إحنا اللي نعرفوا. الحمد لله ما شاء الله، قلتي لي زين ووارد يا قرماتي. كان أنت تعود سلطان، اسمعني، منين تعود سلطانة خيط مبطل الليل والنهار، هذا خيار سياسي عدلته سلطانة، أنا ما نقد أني نعيب عليها، ولكن هي تخليها تبطل وانا نحترم موقفها وتخليها تبطل. كاين يافر من المغاربة كيحاربوا من أجل قضايا الرأي العام ويبططوا كل نهار في الحبسات، هذا ما يقول عنهم المغاربة وما يقول عنهم المغاربة أصلاً يخلعوا الجنسية المغربية بيهم، عندهم معتقلين سياسيين في الحبوس. أنا الحمد لله نتكلم عمرة مثقفة، الحمد لله تقلتي عنك خلقتي عاقب المسيرة قولي خضراء حق إيه. وأنا خلقت تقولي سابق وأنا خلقت تقولي سابقها حامد المولانا أنا خلقت تقولي سابقها وخلقت على حرب الصحراء والمغرب الصحراء وموريتان ذا كامل عشتو حامد المولانا. ومنادي كان انتصر مناديك عنك تقيسي جوجل هذا اللي حذاك وكتبي ولا كتبي قولي قضية الصحراء طبق الكاملة وحنيني حنيني تي لا تكلمت وانا نقول لك وش نظري. الحمد لله نتكلم مع امراه قولي مثقفه، اذا كانت امراه ما مثقفه قولي متفهم منها ياسر مشي يا قهر الانسان قد يثقف راسه ونيطام وطاني مولانا قولي ثقافه ما تتفاصل في المغرب ولا الصحراء ولا موريتانيا ولا اسرائيل ولا فلسطين. نخش على جوجل ونعدل انا قولي دير ريسيرش. المهم شوفي، إذا كانت الصحراء مغربية كيف اللي دعا المغرب، هذا سؤال طرحه لك أنت. إذا كانت الصحراء مغربية كيف اللي دعا المغرب اليوم عن الصحراء مغربية، الموجب تعود أصلاً 75 متجاسمة مع موريتان. هل ما سمعتك؟ قلت لك المغرب مدعي إلى اليوم عن الصحراء المغربية حق. ما هو مدعي؟ هاي حقيقة وواقع. حقيقة وواقع. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أنا كافيني. قضية الصحراء في المحاكم الدولية. أنا كافيني. إذا قولي ذا الجواب قلت لي أنا قولي موافق عليه. يا قارم سولي كان أنتي. مسولي كانت إني عات الصحراء مغربية شو ساهم يتقاسمون مع موريتان 75 نص الصحراء كانت محتلته موريتان إلى 78. هو ما هو المغرب اللي وزعها مع موريتان؟ هيك ساعة كان استعمار
هو اللي يتحكم في القرار الاقتصادي. هو انا اذا عاد فرحان اني خليك لي انا هذه اذا عاد ارضي اذا عاد ارضكم هذه اذا عاد ارضكم مالك بالمرتات خشها اتفاقيات دوليه من اجل انه يلقاوا حل ولو تدريجي. لا 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 شوفي تختي الوطن كامل هو يا اخي راه الى حد الان سبته مليليه بزات من المستعمرات المغربيه. لا 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 عانيني اذا ما هو واحد لا 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 انا قلت لك عن شوفي داخله وبوش دور عرفنا عن الاتفاقيه غير هذا كانت محتلتهم موريتان كانت في مرايه موريتان كان فيهم الجيش الموريتاني وفهمي يا فت كان فيهم الجيش الموريتاني والمغرب معترف عن ذيك الاراضي عنها عن موريتانيه. انا لين فهمك لا انا فهمته عنه ما هي موريتانيا شوف ما هي موريتانيا اللي قسمت ولا هو المغرب اللي قسم من قسم اللي من اعاد خريطه العالم من قسم من قسم المستعمرين في العالم كامل أو قول لي من هم كل المستعمرين في العالم احنا نتكلم عن الصحراء خلينا نتكلم عن الصحراء نتكلم لك بالعام ونجي لك للصحراء. لا العام انا ما ندور على الصحراء من العام لي تفهم الخاص عموما في العالم طبري طبري. كامل عموما في العالم كامل سواء اسبانيا سواء فرنسا سواء ايطاليا كل الدول العظمى اللي كانت عندها مستعمرات هي التي اعادت تقسيم الجغرافيا ديال هاي المناطق ومن ضمنهم عن معدل برلين انا التاريخ نعرفه ما شاء الله اسمعني نعرف انا ما نقصت من معرفتك للتاريخ ما نقصت منها غير حتى انا نتكلم لك عن معرفتي للتاريخ يا تفضلي عن المستعمر الفرنسي والاسباني هم اللي كانوا متقسمين بينهم دول المغرب العربي ايوه ومنين جاوا لا يمرقوا من هاي الدول أعادوا تقسيم هذه الدول جغرافيا على حسب تطلعاتهم هما أما المستعمرات منين قطعت المستعمرات عندها قوة التفاوض والله الدفع بأنها هي اللي تقسم والله هي اللي تفرض تقسيمها الجغرافي اللي هي تبغي هايك الساعة إسبانيا اللي قسمت ما هي موريتانيا ولا هي المغرب أو زين إسبانيا هي اللي قسمت ولي صحراء قسمت كل شيء. أنا لا قلت شفتي أنا لا نجي أنا لا قلت لي أنت اللي نمشي معك فيه. إذا قلت لي عن إسبانيا. هي اللي قسمت وقاموا الناس اللي في إقليم واد الذهب وجاوا رجعوا داروا البيعة الملوك المغرب عنهم ما هم باقيين يقولوا أنهم قارين هذا القسيم. وحاني قارين هم باقيين المغرب لأنهم يقولوا عنهم هم أبا عن جد مغاربة وبيعوا دائما على الملوك المغاربة. هو شوف يا الخت يا الخت انت يا خرجتي قلتي عنك عاقد مسيره الخضراء انا قلت لك عني خرجت سابقها انا لا خرجت سابقها الصحراء حتى انا فتحت جوجل ما شاء الله ما شاء الله هي جوجل اللي عندما واحد دي عنه قلت عندما واحد ما نعرف هي جوجل عندي عنه مختلف ها مختلف التاريخ 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 قولي ما يكذب شوفي يا الخوت هي الصحراء كانت استعمار اسبانولي ولا كانت عليها سلطه موريتانيه ولا كانت عليها سلطه جزائريه وفضني عنهم اللي ما كانت عليها سلطه مغربيه كانت طشه من الارض تابعه لقولي لاسبانيا ومنين ما تقولي رئيس اسبانيا احتلتها موريتان احتلتها هي والمغرب والمسيح ايوه موريتان احتلتها ورفضت رايتها رايت موريتان كانت معلقة قولي في الداخل ايه ولكن انت فهمتي قال السؤال مطروح هون ثانيني السؤال مطروح هون السؤال مطروح هون انتم قلتوا عن 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 الصح عن الصحراء عن مغربيه شو سامي يحوزوا لي يتقاسمون مع موريتان يا غريب وما ما يكذبوا القوارع القوارع ما سكرتوها ما انا مغربيه شوف هو الملك الملك سابق خلاقتك انت سابق خلاقتك انت وسابق قولي نخلقانا مدعي قاع موريتان عنها قاع مغربيه انا ذاك من ناقشه ايوا ناقشه انا صح
انتم انا عرفكم كان شو المشكله؟ المشكله عنكم انتم يا صحراويين، ما ندخلك بسؤال انا كنت. المشكله عن الصحراويين، المشكله المشكله عن ما يمكن تعود تعرف على الصحراء اللي نعرف انا واحده من هذه الصحراء. ياك فهمتني انا اللي نتكلم فيه على انه اللي يعطي الحكم ويعطي البيعه هو الساكنه المحليه وساكنه الصحراء والداخل منين تقسمت كاقليم، قسموا الاستعمار وضموا الموريتانيا، رجع ذاك الاقليم سكانه وقالوا احنا بيعتنا للملوك العلويين. هذا لا هو معدلكم انتم برك، هذا هو معدلكم انتم برك. راك خليك صقاع فهمتيني درك، ذا هو المعدل للشعب الصحراوي اليوم. ما قد حد يحل فمه ما نزلك في الحبس، هذا هو الاستعمار لمعدلكم. ما قد حد يتكلم ما حاز عليه المغرب وتوطى فوق راسه. عاد الناس افهم يا قوت يا من الناس. شوف يا يا ود الناس الصالحه اللي كنا ما ينحط فمنا حجره ولكن اللي يتكلم منا ينزد في الحبس. ما نعود انا ذريك واستضيفتك على العام وعادي وصلت لك وصلت لي وبأريحية شديدة وناقشوا ما نزل أز حد ما متقلق حد ما مفقوع حد. أنا ماني أنا 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 في الوقت قضية أنا ماني مفقع. أنا قد ما نفقع لكن أنا اللي حاس صدري عني لين زدت في الحبس والله لين دار في أمي حزرة لين وقف هذا اللايف ولين نقلعك أنت من المشاهدة ونقول يا ويلي على ما قلت شيء واخباري قاع ندير ذا اللايف واخباري قاع ندير اخبار يا وزينه وزان ما يتخلف. انا كان استنت لك بكل اريحيه تعطي رايك ومحترمته جدا، وحتى انت يالتك لا تحترم رايي انا احترمت رايك. انت واحد من اهل موريتان وقضيه الصحراء بالنسبه لك ما هي معاش تدرسها وتقراها في اليوتيوب ولا تقراها في جوجل، تجيب لك حقائق، تجيب لك مؤرخين الا يجيبوا شي اخبار من راسهم كذا. ياسر من انا نتكلم منطلق معاش منطلق مشارك في جيش التحرير الله يرحمه ويوسع عليه، من طرف قبيله كامله عشت وسط وعشت فيها حمله سلاح، من منطلق ارض فيها المختلط من جميع الانواع والاشكال والفئات والهذا اللي تعبر عن رأيها بكل أريحية وتقول عنها عاطية البيعة للملوك العلويين، وواحدين ثانيين قالوا عنهم ما معاطين للبيعة للملوك العلويين وعنها بالنسبة لهم الصحراء هي أرض ما هي للمغرب، ما هي كذا المجموعة من الناس، هي مجموعة الناس هنك أعطيناهم دي التراب كيفاش يحكمون. هنك أتفقنا معك في رأيك وكنا لذي الناس راكم نتوما مالين دي التراب ومالين دي الصحراء تعالوا احكموها باش لا يحكموها. والله يذنها تتكاتل الصحراويين من اجل القبليه اللي احنا شايفينها وعايشين معاهم في المخيمات يوميا، والله يذنوا اللي ما هو من قبيله نافذه والله كانت في الحكم طيله هاي السنوات جبهه البوليزاري، والله يا بيبوه يا ما يطمع يقبض مكانه لا في الاداره لا في التدبير لا في اي شيء، والله يذنوا يخول، والله يذنوا يزرق في الحباسات، والله يذنوا يمارس عليه أكثر من اللي كان يتخيل. أذريك لا الشباب شايفينها مدينة فاضلة أفلاطونية كيحسوا على أنهم عندهم نقص من البنيات التحتية والله اجتماعية والكذا، ومنين يشوفوا الآخر يخاطبهم بواحد الخطاب طوبوي أفلاطوني كيتخيلوا أنهم أهل يعيشوا المدينة الفاضلة غير، والله يذنهم منين ينزلوا الحقيقة، والله لا شايفين المخيمات تبع تساعة عن المنادي. أنا والمنادي المخيمات يا أستاذي الفاضل أنا والمنادي شوف في أولاد عمي أنا والمنادي شوف في أخوتنا يعني أنا والمنادي مالي تيا بعد تيا خطارك خطارك تيا خطارك أعطيهم الكلام. شوف وإحنا بينا من قبائل سكنة أنا القبائل ما نعرفها، أنا القبائل ما نعرفهم. ومنين لا يجوا هما هون؟ لا يخونوا ياسر من القبائل. ولا يخونوا. شوف خليك لي. لا للقبائل اللي ضريك اليوم هي تحكم في بوليزاري. إيوا زين مالك وغيتي، إيوا شوفي. إيوا أنا هو
أنا هو المناجي معك. خلي يقول الناس برانيين يتكلموا. ولكن لما نبغيك تمرر علي ما تمرر مش أنا. شوفي الفرق بين بنيان والصحراويين عنا. نحن في موريتان أحرار. نحن في موريتان أحرار ونتكلموا في كل شيء. ما ذمات يا شيء يسوى شنو يمنعنا عن الكلام. هذا هو الفرق. راك اعطيتيني مثال ولي نطرح لك مثال. والد سالم والله ما هو سالم. والدك سالم والله ما هو سالم. الله يرحمه السالي. الله يرحمه. صوري على الوالد سالم اليوم. صوريها. قام الوالد ومشى الصبح وبايع الموريتان. تبايع انت معاه؟ لا. ها؟ اها. ابا فوالا راك جبرتي الحل. خالقين الرجال انكردوا ذيك الساعه من الصحراء وفرصه ويمشوا يبايعوا للمغرب وبايعوا للمليك لما معنى عنك انت يا نقولي بايع لهم. هذا الفرق. ثانيني انت تكلمتي ساعه حاليا صنوا في اللي قاعد نقول هذا هو اللي يعدل للشعب الصحراوي. يعود واحد قاعد تاك يقولي في خيمته لا عالم قاعد بالدنيا ماشي والعمو مبايع به. انا اللي نتكلم معاك موريتاني ابا واما أولاد عمي بايعوا للمغرب. أنا قاعد في موريتان. أنا قاعد في موريتان يا قادي اللي فيهم شي مشو ما يبايعوا والله يسرقوا والله يشربوا. صانا ما انقاش با لما يجي تقولي انقاش الشعب كامل والله قبيلة فرد. هذا هو اللي ينفهم لك يخليك لي لفهمتي. إلي نرجع للنقاش اللي هو قاعد السؤال مطروح الكبير اللي طرحت عليا وقولي عندني خشيتها لايف. الخونة من هما قلت لك عن الخونة إلى الليلة خونة نحى واحد كامل جي ويقول عن الصحراء مغربية هذا خاين القضية الصحراوية. أنت أنا قد نتكلم أنا براسي ونقول عني أنا الكبير ماشي مع الصحراء والله ماشي مع اليهود والله ماشي مع كل حد. يا قرمان قد نقول موريتان تابع للمغرب والله موريتان تابع قولي للصحراء. هاي لا تعددت. أفهمي الوعد أنا بي. لين حتى سبعني أنا صحراوي. ورأي لك مولي يا صحراء من كنتي. أنا عارف عنك صحراوي وعنك موريتاني لا بالجنسية. مان الله شوفي أنا صليع عارفك براسي. نتعرفيني حتى. أنا ينقالي الكبير والمحمد واللحمد بالقرون. من أولاد أحمد من دمان. شرفين. في الترارسة وأخوالي أولاد ليم يا كنت عارفتيني موي بيان حتى أنا أولادي أولاد ليم يا وتو عارفتيني موي بيان تعرفيني حتى عود معرف راسي. أنا ما من الناس اللي يقولي يختفى. أنا نعرف راسي. أنا أعطيك مثال. إلين عود أنا صحراوي الخاين عندي أنا إلين عود أنا صحراوي نمشي ونباع والله نقول عن الصحراء عنها مغربية. هذا لين عود جراحت الصحراويين الآخرين. هذا أتبايع بايع قولي ضمير الصحراويين اللي قاعدين أنا ما ممثلهم. يا قير أنا شخصيا قد نقولهم عنت أنا بايع للمغرب. إلى قاو الصحراويين يبايعوا ولا قاو لا يبايعوا. هذا هو اللي واقع في الصحراء اليوم. ما يقف واحد منهم ما قال لك الصحراء مغربية. هو أبوه ما قد شاف الصحراء وأبوه ما قد شاف المغرب جايفة ماتية على شيء من الفضاء. وهذه السياسة عدلها المغرب ما هو لا في الصحراويين عدلها في موريتانيين. ابن وأم جاءوا للداخل وسمارة والعيون وسرت ايش لي نسمي لك تشور المغرب كاملة وتعرفيهم انت جاءوا بايعوا عنهم مغاربية. إياك انت السياسة معدلها المغرب إياك يكثر البيضان. البيضان راني قلت لك البيضان ما قلت لك الشلوحة. البيضان إياك يكثر البيضان فقولي في الصحراء لعله لا يخلق استفتاء. هذو بيضان يتكلم بالحسانية الفصحى. هذه سياسة معدلة وقضية الصحراء احنا متابعينها. قلت لك وما زلت قايلها الخاين والخاينة ذاك اللي قاعد يوكل أموال قولي الشعب الصحراوي بايع الشعب الصحراوي زرقي راسك. شوفي انتوا ماكو مطن هانيني انتوا ماكو مطن من هذا اللي في المخيمات. هاي النقطه لين وقفك عني فضلي. انت ما تملك الحق انك تخونني انا
ولا تخول لغيري من المغاربه والله من الصحراويين والله البغاوي، لانك واحد من موريتان ما عنده الحق انه يبث في وطنيه واحد من شعب ثاني كيف ما كان. لاني انا حتى أسمع كيف قلت لك، لاني حتى انا قلت لك عني انا صحراء من كنتي شو ساكن حالي شو ساكن تي تعودي صحراويه حالي شو ساكن تي تعودي صحراويه بي واحده من الصحراء ومن قبائل الصحراء اللي خلقت وكبرت وعاشت زمن كامل. وخلقت انا سابقه انت حتى انا خلقت انا سابقه انت وخلقت بنفس القبيله اللي منها انت وخلقت وكبرت ورضعت وكلت وشربت في قبائل الساحل وكابر الله في الساحل. ايوه ولكن هذا ما يعطيك ما يحددك انت الانتماء. شوف اسمعني، الانتماء الانتماء الجيني ما يعطيك الحق التخوين السياسي، ما عنده علاقة. أنت اليوم منين تعود واحد من هالموريتان من قد أنا نجي ونقول أنتم معروفين ما شاء الله موريتان بأنه لا الرئيس اللي سافر يقع وراء انقلاب. ما لين قد أنا قلت موكل أنا ما نقد نجي نقول عنك أنت بعد تقوليها إلا عدت من مناصري هذاك الرئيس الجديد اللي جاء ودار الكلاب الأعمال. أنا قلت خونك وما نقدر نقول عنك خاين موريتان. خليك أنا قلت أنت ما فهمتي ما فهمتي قلت لك أنا قلت لك الخاين الخاين مع الكلمة خاين حاز كامل حاز على الشعب وباعوا. بس من معنى باعوا؟ شنو هي باعوا؟ قيادة حتى بهذا المفهوم اللي قلت أنت كاين مجموعة من قيادات البوليزاريو خوانة لأن باعت شعبها واسترزقت على ظهره وتسويق للقضية الصحراوية في المنابر الدولية كتقاد عليه وزور باهظة وبانية بقصور وبانية وعيشته ما يعيش المواطن هذاك اللي تحت الخيام ما يعيشته ما ينفس العيشة. يعني حتى أنا نقد نقول عن قيادات البوليزاريو اغلبهم خونه للشعب الصحراوي. اي ورانا تفاهمنا اغلبهم مرتزقه. اي وراني انا وانت تفاهمنا انت قوليها. الصوت الصوت ما تلا الصوت. انا سامعك بيان. ما تلا انت انت. انا سامعك. انت ما تلا صوتك ما تلا مسموع. اي وانا بعد لا في بالي ما حركت. انا ما تليت سامع صوتك. سامعتيني ضرك. تسمعون. أنا سامعك أنا سامعك أنا سامعك بيان ولا عاد الناس اللي تصنت ولي سامعت اللي تقولها. والمهم شوفي المهم في ذا كامل خليك المهم في ذا كامل شوفي اللي قلبته الدنيا يقول لا خرجات أنت كصحراوية تقدي تنقضي الجبهة البوليزاريو وتقدي تنقضي منظمة صحراوية عندك فيها الحق كدي تنقضي موريتان وتقدر تقولي عن موريتان حاليني تقدر تقولي عن موريتان عن هذه الانقلابات وفيها وفيها هذا قلتي حق ما وكذب هذا كل حد عالم به ما يجي رئيس ما يجي واحد ثاني وصفقوا هذا عالم متوافقين عليه يقير يقير شوفي عندكم حزب هنا تيا طاري ذركا تيا ينقال له الصحراء قولي مجلس السلام والله ما نعرف وقولي ايش ينقال له خالق والله ما هو خالق راه كان نهارات في موريتان ولا نجح ولا جابروا حد يسوى منهم ما عرفته غير اللي يقول لك انا اللي نقول لك انا خليك لي اللي نقول لك انا علي خليك الشعب الصحراوي هو اللي يعدل الصحراء اللي تتوافق الصحراء كامله اللي تتوافق الصحراويين كاملين عنهم مقاربه ما هباس قيموا ولا توافقوا عنهم يهود ما هباس قيموا يا قار ما نقدانا نتكلم باش قلت شتي انا الصبح نقدر نجي المغرب مبايع راني نفهم لك راني نفهم لك قول لي ليكواسيون ليكواسيون راني نفهم هذه خليك لي انتظر الا اتفقت معايا عنه ما يحدد شؤون الصحراويين الا الصحراويين ما هم الموريتانيين ولا واحد ثاني عنهم الصحراويين ما يحتاجوا الوصايه من اي شعب كيف ما كان ياك فهم ما يحتاجوا الوصايه من الموريتانيين ياك يخونوهم
والله يقولوا لهم انهم على الطريق الصحيح ولا مو على الطريق الصحيح. الصحراويين اسمعني الصحراويين نتكلم انا اتكلم عمراء نتكلم عمراء الحمد لله مثقفه. لا سمعتي النقاش 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 الثقافه شوفي النقاش في ثقافه هو النقاش. القبائل الصحراويه من جدودنا كامله دافعت ضد الاستعمار الى جانب الجيوش المغربيه ضد الاستعمار. لا موحك للتاريخ دخلوا المعارك وحاني حاني خليك شوفي لا تهربين عن الاسوار. الصحراويين في الجيش المغربي الدافع ضد الاستعمار الاسباني هذا التاريخ. السلام عليكم. عليكم السلام. انت ترجعي الى التاريخ. انا تبارك الله التاريخ نعرف. ايوا زينين نرجعوا للتاريخ. زينين نرجعوا للتاريخ. مراكش دشر الموريتان. مراكش بانتها موريتانيين رجال موريتانيين ماشي من نواكشوط. نحن نواكشوط ماشيين واعدين قول اسبانيا اللي يحتلوها. منين تلاو تكلموا عن التاريخ اسبانيا احتلوها ما سمعتك. قلت لك موريتانيين جايسين اسبانيا يحتلوها. واش انت قاعد التاريخ ما تعرفيه خليك لي. إمارة ترارزة رجعت اش لهم بفضل المغرب. لا ما فهمت راي اشوف راي ياسر الناس تكتب لك تعليقات ما تقراها. اقراها لي انت. انا قولي لي ما خرص بي لي ما المهم عندي لا نتكلم معك انت يا قرر في إمارة ترارزة شنو طلع لايف اللي في إمارة ترارزة شنو عزوها قالت لك على انه إمارة ترارزة الفضل في هذا خروج المستعمر منها المغرب. خروج مستعمر من اش؟ من إمارة ترارزة. ما فهمت او قالت لك عزوها كيف المستعمر المستعمر انا كاع لا رد عليا قصه الموريتانيين اللي بناو مراكش. ايوا صانتي كسري لي صوبك كي خليك. ايوا صانتي التاريخ اللي نعرف التاريخ عنها مراكش بناها يوسف الداشفين الى عادوا جاوا الموريتانيين الصاب النايم. لا منين جاي ويخلصوهم. لا منين جاي يوسف الداشفين. ايوا يا طفله الصاقع المثقفه يوسف الداشفين منين جاي. يوسف الداشفين منين جاي. الداشفين الموريتاني من جاي من منين موريتاني ما كنت عارف. هو كسر لي صوبك كي خليك يعطيك انا انت يقول لي شو يقول لي درس الليله وكضو مولي ايه يعطيك درس. اثر المرابطين كانوا في موريتانيا. المرابطين جاي من المغرب. ايوا نعرف انا ويوسف الداشفين واحد المرابطين. هذا هو اللي قرا لك. هذا هو حانيني قهوتي حانيني صح خليك نجاوبك. هذا هو اللي قرا لك انت. هذا هو اللي قرا لك انت في المغرب. المرابطون مارقين من موريتان. ونقد نقول لك الراجل اللي منهم اللي ماشي بموريتان ماشيين من موريتان راجل من مسومة قبيلة في موريتان. وهذا التاريخ قلت لك خش في جوجل. مشكلت معاكم انتم جوجل ما تخشوها خاشين الله فيسبوك وواتساب. انا مو جوجل اقراوا التاريخ. يعطيني تاريخ واقراوا التاريخ. نحن الموريتانيين نقد نطالبوا بالمغرب. حنيني خليك لي صح. انا نناقش مع طفله من الثقافه والنقاش اللي يعود لي ثقافي ولانا متحمسين. وهذه الطفله اللي كتبت في اماره الترارزه هي جاهله قاعد تقول لي قضيه قاعد يفسرها لي. انا من اماره حد مساحه من الوقت قلت عطيتك. انا قلت لك عيني نجاوبك بيدي. انا من الترارزه قلت لك عني. انا من الترارزه مع ان ذا قالت هي قولي في اماره الترارزه ما هو واضح لها كاع هي كتبتو غير ما هو واضح لها. ورعتي الدوري انا نفهمو لك مالي. يلا فهمني. ايوا تفضلي. ايوا شوفي هذا هو اللي واش الناس تقرا تاريخها من بوكل. ايوا ذو بك ما قريتش. داروها مؤرخين. انت يا مالك ناقل من جد لجد والله سبحان الله. انقطع الارسال مع الاخ. اتمنى يرجع.
هذا قام ما عنده علاقة بالتاريخ مسكين. عبد الرحيم طلع عبد الرحيم.